تنضم إلينا من دمشق إيمان الهدى. إيمان، بعد التحية، ما التفاصيل لديك حول المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام في بلدة بالة بالغوطة الشرقية والحصيلة النهائية لعدد الشهداء والجرحى؟ إيمان، يبدو أن الاتصال قد عاد. إيمان، هل تسمعيني؟ نعم، السلام عليكم. وعليك السلام، تفضلي. كنت قد سألتك عن المعلومات المتوفرة لديك حول المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام في بلدة بالة بالغوطة الشرقية، وإذا كان لديك حصيلة عن عدد الشهداء والجرحى. نعم، يعني بداية ما زال النظام مستمر في إجرامه وفي مجازره المرتكبة خاصة بالغوطة الشرقية للضغط على أبطال الجيش الحر المتواجدين في المنطقة من خلال استهداف المدنيين بشكل مباشر. اليوم كان الاستهداف لمنطقة بالة، هذه المدينة التي تقع شرق منطقة المليحة وهي تعد مأوى للاجئين من منطقة سأبة والمليحة، شرق منطقة المليحة. هذه المنطقة اليوم تعرضت للقصف بالطيران الحربي بصواريخ هائلة عديدة التدمير، أدى إلى ارتقاء حتى هذه اللحظة تم توثيق 8 شهداء بينهم أطفال ونساء، أيضا عدد كبير من الجرحى كون هذه المنطقة مكتظة بالنازحين، أدى إلى تدمير عدد كبير من الأبنية والبنى التحتية أيضا في تلك المنطقة. طبعا هذه المنطقة من المناطق المحاصرة في الغوطة الشرقية، نقص كبير بالأدوية، الوضع الإنساني كان جدا سيء للغاية نتيجة نقص الكوادر الطبية والمواد الطبية اللازمة. أيضا كان هناك غارات للطيران الحربي استهدف منطقة جوبر، عدد من الصواريخ أيضا عديد التدمير، طبعا مع التزامن مع اشتباكات مستمرة على تلك الجبهة بالقرب من المتحلق الجنوبي. نعم. طيب إيمان، أنت تحدثت عن وضع إنساني صعب في مناطق الغوطة وفي حي جوبر، وأيضا قبل أيام أعلنت المجالس المحلية والقضاء الموحد هناك بإعلان هذه المناطق مناطق منكوبة وتوجيه رسائل إلى المنظمات الإغاثية والإنسانية. هل من استجابة من قبل هذه المنظمات لهذا الإعلان؟ نعم، حتى هذه اللحظة ليس هناك أي استجابات وتصرفات فعلية على نعم إيمان، الإنسانية سواء الهلال الأحمر أو الطريق الأحمر، من خلال فقط إيصال بعض المواد الغذائية وهي نسبة قليلة جدا لا تكفي إلا عدد قليل من المدنيين المتواجدين في تلك المناطق. يعني هناك النسب أو المواد التي يتم إدخالها إلى مناطق الغوطة الشرقية من قبل المنظمات الموجودة في دمشق هي أعداد جدا قليلة بالنسبة للمدنيين المتواجدين في تلك المناطق. يعني هناك إعاقة أيضا من قبل قوات النظام لإدخال المواد التي يتم إرسالها إلى مناطق دمشق لإيصالها إلى المناطق المحاصرة. قوات النظام تستولي على عدد كبير من هذه المواد ولا تدخل إلا شيء يسير ويسير جدا إلى تلك المناطق، مما يؤدي إلى عدم توافر المواد الغذائية لكافة المدنيين المتواجدين في تلك المناطق. نعم، شكرا جزيلا لك إيمان الهدى مراسلة شبكة شام، كنت معنا من دمشق.